ازيكم عاملين ايه؟ رجعنا لكم بتحدي جديد. فكرة التحدي بتاعت النهاردة هي عبارة عن تحدي 8 سندوتشات، 4 ليا و4 لاخويا، وطبعا معانا لبن المغذي للعظام والاسنان وجسمك كله وعينك وكله، ومغذي للمناعة وكل حاجة. بس قبل ما نبدأ كالعادة ما تنسوناش باللايك. طبعا احنا رايحين المدرسة رايحين المدرسة، وده لبس المدرسة طبعا، اهو. وده لبس المدرسة الإعدادية. ده أنا في خمسة، ده وطبعا في عقاب في الاخر لو أولى، خسرت. ده أولى، وده إعدادي طبعا. لو عندكم لا أخوات في إعدادي هتلاقيهم في بالتيشيرت ده، علشان مخالفة اللي بيروح اعمل لايك بالتيشيرت واشترك في الأسود. القناة، فعل وفعل الجرس الجرس عشان يوصل لك كل جديد. ويلا نبدأ على التحدي. طبعا في عقاب في الاخر طبعا زي ما قلت لكم. ويلا نبدأ على والأكل. التحدي. هو بقى أول سندوتش بسطرمة بيض، وتاني سندوتش ده ده جبنة لانشون، رومي، ده جبنة ده رومي، لانشون، وده وده جبنة لانشون، رومي، وده بيض وده ببسطرمة، بيض، وده خيار وده خيار، وده حليب بقى. اللي جامد بقى، ده المغذي فيهم كلهم. يعني يلا نبدأ. لازم تفطر قبل ما تنزل، بالذات حليب عشان يغذي لك عينك واسنانك وجسمك ومناعتك وعينك وكل حاجة، كل حاجة. ليه؟ ايه فتحنيها اهو. طبعا الحليب ده جهينة جهنم. يلا صب صب. وانا اوبا، وانا استنى استنى. خد. لا الحليب جامد. يلا هو عايز الحليب هنركنه فين؟ على جنب. جاهز؟ اوكي يلا، يلا واحد اثنين دي مغذية. الله ثلاثة. وبلبس الكمامة قبل ما تروح المدرسة، والتعقيم جل تعقيم أو كحول علشان الكورونا، وتغسل إيدك قبل الأكل. ما تاكلش مكرونة مش مغذية. دي بتجيب المكرونة، اللي قصدي الكورونا. اسمعوا الكلام وخدوا التعقيم، وقول المستهات او ال بتاع ده المدرس عايزين ننزل الحمام، يعني تغسل ايديك وترش كحول على ايديك. أنا لسه قايل معلومة غلط دلوقتي، قال معلومة غلط، ركزوا كده. ايه؟ بنغسل ايدينا هناك يعني بس كورونا. تاخد صابونة. لو عايز تغسل ايدك لبن، كل بيض
لازم الحليب، الحليب ده أهم من ده كله يعني. ده يغذيلك صحتك، سيبك من الأكل هيتخنك، بس أنا باكل عادي يعني، مالكش دعوة بيا. الكاميرا فصل، احط حليب تاني. بس شو مش قادر. يا عم سيبناكوا شوية، سيبناكوا شوية يا عم، يا عم سيبناكوا. الفطار جميل قوي. اه زي ما انتوا شايفين خلصته، خلصت الطبق بس. والعقاب هو ليمون مخلل، والعقاب هو ليمون مخلل. لما سمعت صوته كحيت. ليمون مخلل، انا ما بحبش الليمون المخلل خالص. ولا انا، بس الحمد لله نعمة. بعد الفطار ده هاكل ليمون. يلا باكلها بقى، انا تعبت مش قادر. الحمد لله كلت وهروح انا عزبه، لا هروح المدرسه. مع سيدي ذاكروا واجتهدوا عشان تروحوا المدرسه، افطروا وانزلوا اعملوا كل حاجه، وذاكروا كويس علشان ترفعوا نفسكم علشان تخشوا كده صيدليه كده. وخلي بالكم من كورونا. كورونا مش هتعيش، بس ان شاء الله اللي هيخلي باله هتعيشه.
احلى حاجه في الفطار المنزلي كده. ايه ده؟ الله، طعم جميل اوي. اكل كملها بقى. ليمون، اكل ليمون فبدوق حاجه كده على الريق. لا، وايه، مخلل كمان يعني، مش ليمون بقى. مخلل. بتتطلع عليا؟ انت بتتطلع عليا؟ بص لي هنا، اول حته بس. تخيلوا يا جماعه، لو لا لو انا طلعت ظابط وقابلت حد من المشاهير، ايه يلا انت جاي تعمل هنا؟ والله مش عايزه. صعبه يا عم يلا بقى، فيديو كده هيتم كلها. اقول ايه؟ كلها. قبل ما ننهي الفيديو، ما تنسوناش باللايك واللايك واللايك والشير 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 سبسكرايب. ما هو الشير هاكل دي سبسكرايب، بقى معلش. هو الشير هو السبسكرايب، وفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام. بس استنى، حد شيرني؟ هو كلها كده كلها. خد بقى حليب قبل ما ننهي.